السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ظهر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن للوقوف على أوضاع المدينة واحتياجات أبنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والأمنية. وسيلتقي فخامة الرئيس بالفعاليات الاجتماعية والوطنية والسلطات المحلية والعسكرية والأمنية في عدن والمحافظات المجاورة لها. كما سيعمل رئيس الجمهورية على تذليل وحل الكثير من القضايا العاجلة والملحة لمصلحة المواطن وخدمة المجتمع. هذا وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له في مطار عدن الدولي كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي. وجه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بصورة عاجلة وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومنها ما يتصل بالاعتمادات ومستحقاتهم المالية. جاء ذلك في رسالة وجهها فخامة الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر تضمنت التوجيهات اللازمة في هذا الصدد لوضع المعالجات الكفيلة للحد من معاناة الطلاب المبتعثين. أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية صلاح مصلح الصيادي بمناسبة تعيينه وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء، وعبد الملك عبد الله الإرياني بمناسبة تعيينه سفيرا ومفوضا فوق العادة لبلادنا لدى جمهورية الهند. وعقب أداء اليمين الدستورية هنأ فخامة الرئيس الصيادي والإرياني بالثقة التي منحت لهما موجها بما يلزم لأداء مهامهما لكل في مجال اختصاصه خدمة لوطنهم ومجتمعهم. لقي 11 من ميليشيات الحوثي وصالح مصرعهم وأصيب العشرات جراء استهدافهم بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في المحور الشرقي لمحافظة تعز. وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات أسفرت عن استشهاد أحد عناصر الجيش وإصابة 11 آخرين من الجيش والمقاومة، واستشهد مدنيان وأصيب 6 آخرون جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى جوار كلية الطب في محيط القصر الجمهوري وبالقرب من مشفى الكندي شرقي المدينة. سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في قصف جوي لطيران التحالف وقصف مدفعي للجيش الوطني في مديريتي المتون والمطمى بمحافظة الجوفة. وقالت مصادر ميدانية إن طيران التحالف شن غارة جوية على تجمع للميليشيات في منطقة العولة بمديرية المطمى غربي محافظة الجوفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في حين قتل 2 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بسقوط قذيفة هاون أطلقها الجيش الوطني على أحد المواقع شمالي المتون، بينما قتل عنصر ثالث برصاص الجيش الوطني في إحدى مزارع النحور بالمتون. تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني إن المعارك مستمرة في وادي الربيعة جنوبي المديرية. وأكد المصدر أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين خلال المعارك التي لا تزال مستمرة. على الصعيد ذاته تخوض قوات الجيش المقاومة معارك عنيفة مع الميليشيات في منطقة وادي ملح بمديرية نهم شرقي صنعاء، وصعدت الميليشيات ميليشيات الحوثي من هجماتها العسكرية ضد مواقع الجيش المقاومة في مختلف جبهات القتال، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من صدهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.
استهدفت مدفعية الجيش الوطني في جبهة ميدي تجمعا للقيادات الميدانية لميليشيات الحوثي والصالح. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن طيران التحالف استهدف معملا لصناعة المتفجرات بميدي بحجة، وأضاف أن طيران التحالف العربي استهدف دبابة تابعة للميليشيات الانقلابية في مزارع الخضراء، كما قام بقصف معسكر تدريبي في منطقة الجر ودمر مخزنا للأسلحة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم برعاية الله وحفظه.